خالد وخالدياته، واليوم البيضة طلعت سبحان الله. على فكرة البيضة تمسكها بيدك تضربها برجلك ما تتكسر، تضربها بالأرض بشيء جامد تتكسر، سبحان الله. أول معجزات الله. الشغلة الثانية يقول لك إنه طلع الأول نفس ما قلنا لا تأكلوا الصفار، طلع الصفار والبياض كله مفيد، وطلع القشرة مفيدة. والله ذيك اليوم واحد باليوتيوب لا قول شنو القشره بتنحط الاعلاف للفراخ اللي انت بتاكلها كالسيوم؟ لا مو كذي، بتخش في الادويه كالسيوم يا رجل. واحد كسرها باليوتيوب وعملها طحينه. ايوه طحينه والله العظيم، وعملها حلويات. المهم الله بالقران يقول كانهن بيض 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 مكنون، كانهن ذكر بالقران كانهن بيض مكنون. قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله بالقران يقول يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. سبحان الله، البيضة كائن يعني سبحان الله، في الطيور، في الحمام، في الدجاج، في البط، العراقيين يقولوا باش، في الوز، في الخضاري، في البعاعي، في حمام البري، حمام المتول، كناري، الوقواق، كاسكو. بس شنو اللي يتاكل؟ بس الدجاج والبط والوز مو؟ الحمام يتوكل يتاكل غير الثاني بيضة؟ اللي هو شو هذا؟ اجى الحمام البري اللي هو الطيور الجن، الجن يتوكل الوقواق. سبحان الله، شنو الفريق؟ شنو؟ سبحان الله، هو سبحان الله البيضة يعني دائرتها عجيبة سبحان الله. يعني هي وهي البيضة تقعد في الكتكوت، تقعد كم بالبيضة؟ الله يفقز الله. والحمامة نفس الشيء سبحان الله. هو الله سبحانه وتعالى لا في خلقه شؤون، يعني هو البيضة مثل الطفل في بطن أمه. اي والله تجويف عجيب، وشيء يعيش وشيء ما يعيش. وشوف الصفر اللي هو حضرتك اللي قلت ده. ايوه هو النطفة اللي انت راح حطيت ان شاء الله منه فيها اذكياء، تحول الصفر لجنين الله، تحول الزلال يحفظه سبحان الله. هو على فكره يقول لك لو تاكل كل يوم الحين دراسه بيضتين تبقى بوم زي احسن من التفاح. يقولوا طلع اول لا يبا وما ادري شنو كلها. سال ابو مقبل، تحب البيض مسلوق ولا مقلي ولا اومليت ولا؟ لا مسلوق. مسلوق ها؟ وبعدين اتذكر يد ام حسين بشيره يقولون اللي فيه كحه وبحه ايام كراونا ناس استعملوه. اي والله الزطه او تكون سائل حاره يعني دقيقتين. اقول لك مقبل، ليش الناس ما تاكل قشرة البيض؟ لا ما تاكلش قشرة. الله سبحان الله، البيض مع الصفار بتاعي انزلت كده. الله تاخذ البيض على خبطين. هي شنو الاكلات اللي المشهوره؟ الكيك والجاتو. شوف كل المعجنات والله عنده محل حلويات سبحان الله. اقول لك مش رجيم الكريمات ها؟ كل الواجب بتاعتك الله. شوفوا احمدوا الله واشكروه ان شاء الله يا رب. كل بيض الله وجهك الوالد سيد الاستاذ رفع الوزير نائب الشيخ طارق رفع الصبي كل ايوه اللي ذا واحد خدم واحد. بيض الله وجهك القشره دي محافظه على اللي جواها. الله ازاي فيها مسام ما تدخلش جواها غشاء بعد القشره؟ ربنا جعل فيها غشاء صح. الغشاء ده موجود يحفظ الحاجه دي بالدرجه الحراره الموجوده حتى لو في الحرب. يا رب ان شاء الله اسعار البيض ما تصير فوق، وان شاء الله كل واحد يحصل المطلوب. خلي بالك ان اكل البيض يا خالد بكبر البيض. اي والله لا حياء في الدين وشكرا.